عليكم فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، هذه ثاني ايبيزود في المانجمنت اس 1. غادي نهضروا على ثاني شابيتر من بعد ما شفنا في الايبيزود الاولى لانتروداكسيون او مانجمنت. غادي نشوفوا باذن الله اليوم كومبروندر لا نوسيون دو لونتربريز. على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. السلام عليكم، كنتمنى تكون احوالكم بخير. الوغ بالنسبه لهذا الشابيت غتكون مقسمه لثلاثه ديال المحاور. لو بلون ديالها غيكون على شكل ديال ثلاثه ديال الاجزاء. اول جزء غادي نهضروا على لا نوسيون دورغانيزاسيون اولا التعريف ديال لورغانيزاسيون. من بعد غادي ندويو على لي مويان اولا لي برينسيپ اللي كيكونوا في لورغانيزاسيون. واخر حاجه غادي نجاوبوا على العنوان ديال الشابيت اللي هو كومبروندغ لا نوسيون دو لونتربريز. على بركه الله، اول حاجه اللي هي لا نوسيون دو لورغانيزاسيون. قبل ما نعرف لكم لا نوسيون دورغانيزاسيون، غادي نذكركم باللا نوسيون مانجمنت اللي ديجا شرحتها لكم في اول ايبيزود. قلت لكم بلي المانجمنت هي مجموعه ديال لي تكنيك دورغانيزاسيون، ولورغانيزاسيون هنا قلت ممكن تكون اونتربريز، اسوسياسيون، ادمنستراسيون ايتترا. يعني هنا نقدروا نقولوا بلي لورغانيزاسيون والمانجمنت هما كيتعتبروا جوج ديال لي نوسيون اللي انتغولي وعندهم العلاقه ببعضهم. حيتاش ما يمكنش ندويو على المانجمنت الا ما كانش عندنا اصلا واحد لورغانيزاسيون او لا واحد الاسوسياسيون او لا واحد لونتربريز. حيت ديك لونتربريز هي اللي كتستعمل المانجمنت او هي اللي كتابليكي دوك لي تكنيك دو مانجمنت انطلاقا من واحد لو مانجر اللي كيما قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت. لو مانجر هو اللي كيديريجي واللي كيجيري لي شوز اللي عندهم العلاقه بلا فونكسيون مانجمنت. يعني هنا كوم ديفينيسيون نقدروا نقولوا بلي لو مانجمنت اي لورغانيزاسيون سون دو نوسيون اتخواتمون اسوسي. يعني كاينه بيناتهم واحد لانتاغولي اون براتيك اي اون تيوري. يعني فاش كندويو على شي حاجه ديال براتيك راه المانجمنت او لورغانيزاسيون هما انتاغولي، وفاش كندويو على شي حاجه ديال تيوري راه حتى هما كيكونوا انتاغولي في لي دو ا لا فوا. دو لا كاليتي دو مانجمنت فون ديبوندر لو دوغري دو رياليزاسيون دي زوبجيكتيف دو لورغانيزاسيون اي سا بيرفورمانس. يعني فاش كتكون عندنا واحد المانجمنت بيان ديفيني وكيكون عندنا واحد المانجر اللي عنده واحد لو بونسي نقاد وعندو واحد لوغو دو تشالنج، يعني هنا كنقولو بلي المانجمنت اغو سيونس كيما ديجا شرحت لكم. هنا لونتربريز كتغياليزي لي زوبجيكتيف ديالها، اولا نقدروا نقولو لورغانيزاسيون كيكون لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف لورغانيزاسيون، الوغ كو لا بيرفورمانس دو لونتربريز. هنا فاش كندويو على لا بيرفورمانس كندويو على لي تخوا نيفو، كندويو على لا بيرتينونس، كندويو على ليفيسيونس، وكندويو على ليفيكاسيتي. اين نوتر ديفينيسيون، نعطيكم واحد لا ديفينيسيون اخرى باش تفهموا مزيان. سي كو المانجمنت، ياك المانجمنت كتستعمل في الداخل ديال واحد لورغانيزاسيون. يعني باش نابليكيو هادوك لي تكنيك دي ماناجيريال خاصنا دي زانديفيدو او لا خاصنا عمال او لا دي زومبلويي لي يخدموا او بروفي ديال هذيك لورغانيزاسيون. يعني كوم ديفينيسيون، دوزيام ديفينيسيون، نقدروا نقولوا بلي لورغانيزاسيون سي لونسامبل دو مويان ستركتوري، و غنقول لكم من بعد شنو هما لي مويان او لي برينسيپ. كونستيتي اون يونيتي دو كورديناسيون ايون دي فرونتيير ايدونتيفيابل. يعني هنا كتعتبر واحد لونيتي دو كورديناسيون entre l'ensemble des fonctions ou qui connaissent les frontières ou les hudoud qui connaissent identifiés, yani معرفين fonctionnant qui connaissent واحد la fonction en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs. يعني الهدف ديالنا الرئيسي سواء في المانجمنت سواء في لورغانيزاسيون سواء لونتربريز هو l'atteindre des objectifs، يعني نحقق واحد الاهداف partagé par les membres participants. يعني هنا الهدف ديالنا هو انه نوصلوا لواحد الهدف، ياك، وكيكون هذاك الهدف بارطاجي ما بين، كيكون مشترك ما بين هذوك لي ممبر ديال داك لورغانيزاسيون او لا ديك لونتربريز او لا ديك لاسوسياسيون. Autrement dit, l'organisation est un ensemble regroupant un certain nombre de personnes interdépendantes. يعني بيناتهم واحد العلاقة اللي كيخدموا كي travaillent ensemble pour atteindre des buts
دي بوت كومان. وي يعني هنا كيخدموا دوك لي بيرسون باش انهم يحققوا واحد الهدف اللي كيكون مشترك بيناتهم كاملين. سيتين اونسومبل ايمان اورغانيزي اي فيناليزي، يعني كيكون عندنا واحد لونسومبل ديال لي بيرسون او لي زومبلوي اللي كيكونوا منظمين وكيكون الهدف ديالهم هو تحقيق الربح. من بعد ما شفنا شنو هي لورغانيزاسيون، لا نوسيون دورغانيزاسيون والعلاقه بين لورغانيزاسيون والمانجمنت، قلنا بلي ما يمكنش نهضروا على لورغانيزاسيون الا ما كانش عندنا المانجمنت، وما يمكنش نهضروا على المانجمنت الا ما كانش عندنا لورغانيزاسيون. هاد لي دو نوسيون هما كيتعتبروا دي نوسيون انتغولي، و لي بيرسون اللي كيخدموا في ديك لورغانيزاسيون كيكونوا بيناتهم دي غولاسيون انتر ديبوندون، واللي كيخدموا او بروفي ديال ديك لونتربريز وكيكون عندهم لوبجيكتيف كومون. هنا غنكونوا هضرنا على لورغانيزاسيون. دابا غادي ننتقلوا ونهضروا على لي مويان، شنو هما دوك لي مويان ولي برينسيپ اللي كيكونوا في لورغانيزاسيون. كما كتعرفوا في اي انتربريز او لا اي اورغانيزاسيون ما يمكنش نخدمو الا ما كانش عندنا الماتيريال، يعني هنا كندويو على لي مويان ماتيريال، يعني خصنا الماتيريال بحال لي تيغان، ما يمكنش الا ما كانش عندنا واحد تيغان نسو اصلا ديك لونتربريز. لي باتيموم خصنا لي ماشين، يعني ما كانوش عندنا لي ماشين ما يمكنش نديرو لا برودكسيون واخا كانت عندنا لا مان دوف، حيت كل واحد والدور ديالو. لي زيكيبمون حتى هما لانفورماتيك، لي مويان انفورماتيك حتى هما عندهم واحد الدور مهم بزاف، والسيستيم دانفورماسيون كي تعتبر من لي سيستيم اكتواليزي اللي مهمين واللي كيخليو ديك لونتربريز انها تختلف من اونتربريز لونتربريز. و سي لي موبيليي كيما الماتيريال عنده واحد الاهميه مهمه كمويان، حتى لتر ايما كي تعتبر كمويان امبورطون اللي بلا كومبيتونس، حيتاش لتر ايما كتكون عنده لا كومبيتونس وكتكون عنده ليكسبيريونس وكتكون عنده لا كونيسونس اللي بها كيمتاز وكيخلي ديك لونتربريز تطور. حيتاش ما يمكنش الا كان عندنا واحد البيرسونيل لي كومبيتون او كاليفيي، هنا في هذه الحاله راه غنمتازو به وكيتعتبر كوم بوين فور بالنسبه لينا. وهنا غندويو على لاناليز سوات، واخا لاناليز سوات مازال ما درستوها نتوما، ولكن غير باش ما نتلفكمش، سي كو فاش كيكون عندنا واحد الشخص خدام مزيان راه في هذه الحاله كيتعتبر واحد لافونتاج بالنسبه لينا اللي كنمتازو به في السوق. ولكن حنا اون طونك اونتربريز الا كان عندنا شخص ما كيخدمش مزيان وما عندوش كفاءات اللي مزيانين، راه في هذه الحاله كيتعتبر بحال عطب او لا بوين فيبل بالنسبه لينا الا قارنتينا مع لي زوتر. دوينا دابا على لي مويان ايمان ولا اهميه ديالهم، ودوينا على لي مويان ماتيريال. دابا غادي ندويو على ثالث مويان اللي هما لي مويان ايكونوميك اللي كيتعتبروا ضروريين بزاف لونتربريز، حيتاش هما اللي كيساعدونا في لانفيستيسمون وكيساعدوا لاكتيفيتي ولي بروجي ولي شونجمون اللي كدير لونتربريز. تاني حاجة غادي نشوفوها في هذا المحور الثاني اللي هما لي برينسيپ دون اورغانيزاسيون. بالنسبة لي برينسيپ عندنا 3 برينسيپ، اول برينسيپ هو البرينسيپ دو ديفيرونسياسيون، تاني برينسيپ برينسيپ دو كورديناسيون ولا كيتسمى ايغالمون برينسيپ انتغراسيون، وتالت برينسيپ اللي هو البرينسيپ دادابتاسيون ا لانفيرونمون. سبيسياليزاسيون دي تاش، هنا فاش كنسمعوا هاد لومو فاش كنقولوا لي تاش خاصهم يكونوا سبيسياليزي، اوتوماتيكمون كنقولوا بلي هاد البرينسيپ اللي خاص يكون عند هاد لوغنيزاسيون هو البرينسيپ دو ديفيرونسياسيون، حيتاش ما يمكنش ان سبيسياليزي ولي تاش الا ما كانش عندنا البرينسيپ دو ديفيرونسياسيون. فاش كنسمعوا لو طرافاي جلوبال اون تاش بلو اليمونتير، يعني لي تاش كيكونوا اليمونتير كل واحد كيتكلف بديك لا تاش ديالو، ما كي دوك لي تاش كيكونوا اليمونتير. هنا في هذه الحاله عاوتاني كنجيو على هذا لو برينسيپ ديال ديفيرونسياسيون، يعني الا سمعتو سبيسيفي لي تاش و سبيسياليزي لي مويان، و سي فاش كندويو على لي تاش اليمونتير هنا وغادي نسيت في واحد الحاجه مهمه بزاف، سي كو فاش كيكونوا لي طاش بلي اليمونتير ماشي غير اليمونتير بلي اليمونتير، هنا كندويو على لو برينسيپ دو ديفيرونسياسيون. كوم ديفينيسيون لو برينسيپ دو ديفيرونسياسيون كونسيست ا ديفيزي لو طراي جلوبال اون طاش بلي اليمونتير، سو كي امبليك دو سبيسيفي لي طاش اي دو سبيسياليزي لي مويان امبلويي.
دوزيام برانسيب، برانسيب دو كوردينياسيون. فاش كنسمعو كوردينياسيون يعني بحال الا كنسقو شي حاجه. حنا شنو درنا في البرانسيب الاول؟ درنا سبيسيفيي لي طاج، درنا ليهم لا سبيسيفيكاسيون. من بعد فاش درنا لا سبيسيفيكاسيون، دابا غادي نكوردونيو بيناتهم، يعني غنسقو بيناتهم اوتوماتيكمون. فاش كنسمعو لانتيغراسيون او الكورديناسيون، يعني لي طاج عندهم العلاقه بلي طاج، كنكوردونيو لي طاج او كنكوردونيو هادوك لي مويان. Comme définition, principe de coordination, intégration, et qui se met également intégration, consiste à coordonner les tâches divisées pour que l'action globale souhaitée se réalise. Yani kan coordonner ou la kan srobin dok les tâches bech nhqou wahed l'action ou la bech nrealiser wahed l'action. ثالث برانسيب هو البرانسيب دادابتاسيون ا لونفيرونمون. كيما كنعرفو غادي نشرح لكم مزيان اكثر في شابيتر 3 اولا ليبيزود 3 اللي غيكون فيه لونفيرونمون. غادي نهضر لكم فيه على الماكرو والميكرو، غنهضر على لونفيرونمون انترن اكسترن، غادي نتعمق لكم فيه شويه وغادي تفهموا الديتاي ديالو. ولكن هنا هذا البرانسيب هو اللي كيساعدنا باش نفهموا شابيتر 3، والا فهمنا شابيتر 3 غادي نعرفوا علاش بالضبط هذا البرانسيب كيدار. يعني الاهميه من هذا البرانسيب الاساسيه او الهدف منه الرئيسي هو لونتربريز تكون عندها واحد الكاباسيتي باش تاناليزي لينا لونفيرونمون انترن اكسترن باش تادابتا معاه. حيت لونفيرونمون كما كنعرفوا كيكونوا فيه مجموعه من التغيرات او مجموعه من لي شونجمون او لي تيكجيجونس، وكيكون من الصفات ديالو تيربيلون. يعني باش انها تادابتا معاه خاص تاناليزي لونفيرونمون باش بوغ سادابتي. Comme définition, dans le principe, l'organisation doit suivre et s'adapter constamment aux évolutions de son environnement. يعني كتكون كتأقلم مع هادوك التغيرات اللي كيكونوا في لونفيرونمون ديالها، afin d'ajuster ses procédures de travail ainsi que ses offres en produits. يعني باش انها كتحاول انها تصنع دوك لي برودوي، اولا كتحاول انها تادابتي هادوك لي برودوي اللي كتصنع مع التغيرات اللي كاينين في لونفيرونمون. سواء كندويو على شنو، ما نعطيكم اكزومبل، مثلا انا اونتربريز كنصنع واحد لو برودوي اكس، ولكن قبل ما نصنع هذاك لو برودوي خاصني هو الاول نشوف، ندير واحد ليتود، نشوف لي بوزوان ديال المارشي. يعني كنشوف وحتى كنشوف هادوك لي كونكورون المنافسين اللي كاينين في المارشي، في نفس المارشي ديالي ولا نفس الدومين ديالي، كنشوفهم هادوك لي برودوي اللي عندهم واش مفتقرين لشي حاجه، واش نساو شي حاجه ما زادوهاش او نيفو ديال لي برودوي ديالهم. كنشوف كندير واحد ليتود، كنعرف بعدا لي بوزوان ديال دوك الناس اللي غيشريو داك لو برودوي ديالي. كندير دي زيتود و كنشوف انطلاقا من هادوك ليتود كنصنع لو برودوي ديالي، اولا كنحسن من لو برودوي ديالي. يقدر لو برودوي يلاه كنصنعو، ويقدر انا صنعتو وكنحسن منه من الجوده ديالو، اولا كندير دي زينوفاسيون. هنا في هاد الحاله نقدروا نقولوا بلي انا مشيت للمارشي بحثت وشفت هادوك التساؤلات اولا هادوك الاجوبه ديال الناس اولا ديال لي كونسوماتور اللي غيكونوا من بعد دي كليون ديالي. هنا في هاد الحالة كندوي على اون ايتود باش اني تادابتا مع لي شونجمون اللي كاينين في لونفيرونمون. حيتاش ما يمكنش انا نصنع واحد لو برودوي يساتيسفي ليا لي بيزوان ديال واحد الفئة، ولكن من بعد واحد الوقت داك البرودوي ما يبقاش يساتيسفي ليهم. يعني انا خصني نصنع واحد لو برودوي اللي ساتيسفي ليا لو بيزوان ديالهم ويبقى دوبوي لونطون. اخر محور اللي هو مهم بزاف واللي هو العنوان ديال الشابيتر ديالنا، كومبروندر لا نوسيون دو لونتربريز. اشنا هي بعدا هاد لونتربريز؟ اول حاجه غادي نقولها لكم سي كو بزاف ديال الناس ما كيفرقوش بين لونتربريز او لا سوسيتي. يعني كاين اللي كيقول راه لونتربريز هي لا سوسيتي، كاين اللي كيقول لا سوسيتي هي اونتربريز، كاين اللي كيقول لا كاين بيناتهم فرق. بالنسبه للناس اللي عندهم هاد التساؤل غادي نخلي لكم واحد لا فيديو خليتها صغيره راه كاينه في هاد لاشين، غنخليها لكم في لافان ديال هاد لا فيديو. نتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا فيها وفريمون عرفتوا الفرق بين هاد لي دو لونتربريز او لا سوسيتي. مهم دابا في هاد لا سيونس غادي نشرح لكم غير شنو هي لونتربريز.
la définition traditionnelle ou la définition laïque de l'entreprise ou que nous connaissons, l'entreprise est définie comme unité de production de biens et de services. يعني هنا فاش كنديرو على شركة أو لا فاش كنديرو على مقاولة أو لا أونتربريز، هنا كنقولو بلي كيكونو فيها مجموعة ديال الخدمات والمنتوجات اللي كيكون الهدف ديالهم هو تحقيق الربح بالنسبة للشركة و la satisfaction des besoins des consommateurs. يعني انه كان ساتيسفيو لي بيزوان ديال داك الشخص اللي غيشري عندنا باش انه فاش يشري داك لو برودوي وكنعطيوه واحد السيرفيس ابري فونت لي زوين بزاف، من بعد فاش غيبغي يعاود يشري غادي يرجع عندنا حنا، حيتاش بحال الا حنا كان في ديليزيو هذوك لي كليون باش يبقاو فيديل لونتربريز ديالنا. هنا فاش جوينا على لونيتي دو برودكسيون دو بيان او دو سيرفيس نقدروا نقولوا بلي لونتربريز هي اونيتي دو برودكسيون، ولكن بيان سور ما كتقتصرش لونتربريز سولمون في لونيتي دو برودكسيون. ومن بعد غادي نشرح لكم لونيتي دو برودكسيون بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. غادي نزيدكم سي كو لونتربريز هي ايغالمون كتعتبر اونيتي دو ريبارتيسيون دو ريشيس. وهنا فاش كندويو على لا ريشيس كندويو على لا فالور اجوتي. كاين اللي ما غاديش يعرف شنو هي لا فالور اجوتي. بالنسبه لا فالور اجوتي هي لا لي فونت يعني داكشي اللي بعنا زائد لا برودكسيون يعني داكشي اللي صنعنا وكنقصوا منه داكشي اللي خسرنا يعني لا كونسوماسيون. يعني لا فورمول ديال لا فالور اجوتي سي لي فونت بلس لا برودكسيون موا لا كونسوماسيون انترميديير. نرجع فاش دويت لكم على لونتربريز باللي هي كتصنع لينا منتوجات وكتصنع منتوجات وكتقدم خدمات باش تساتيسفي لي بيزوان ديال الكونسوماتور وباش انها تغياليزي لي بيت. حيتاش لونتربريز لو بيت ديالها هو الربح باش الفلوس. يعني ما كايناش شي اونتربريز في الارض اللي كتكري ما كاينش شي شخص كيكري ان اونتربريز وكيقول لا هاد لونتربريز راه كريتها باش نساعد بها الناس. نو هادي كتعتبر ان اسوسياسيون ابيت نون لوكراتيف. اما لونتربريز ديما الهدف ديالها كيكون هدف لتحقيق الربح. بالنسبه لونتربريز ملي قلت لكم هي اونيتي دو برودكسيون يعني كيكونوا فيها دي زانترون ياك ولا كيتسمى دي زانبوت اللي كيتعتبروا كوم لو ترافاي كوم ليكيبمون كوم لا كونسوماسيون انترميديير. هادي هي اللي كتنقص في لا فالور اجوتي. هاد لي زانترون كيكونوا عندنا في لونتربريز كنشريوهم دي ماتيير بروميير وكي نحطوهم في لونتربريز في لو ستوك ولا اوتوماتيكمون كنديوهم لليزين وكنديرو ليهم لا ترانسفورماسيون. يعني كنفابريكيو انطلاقا من دوك لي ماتيير بروميير كنفابريكيو واحد لو برودوي سيمي فيني كيتعتبر مازال ما كملش ومن بعد كنهزو هذاك لو برودوي سيمي فيني وانطلاقا منه كنديرو واحد لو بيان او لا برودوي فيني او لا واحد لو سيرفيس. هذا هو الشيناج ديال لينيتي دو برودكسيون. بالنسبه لونتربريز فاش كنديو عليها كوم ليو دو ديستريبيسيون او لا كوم ريبارتيسيون دي ريشيس هنا كتكون عندنا واحد لا فالور اجوتي. يعني كان في لا فان ديال لاني كنكونوا حصلنا على واحد الربحيه ياك فاش كنديروا لي فونت بليس لا برودكسيون موا لا كونسوماسيون كنكونوا حصلنا على واحد الربح اللي كيتسمى فالور اجوتي. هنا في هذه الحاله كنقسموا ديك لا فالور اجوتي على لي زاجون اللي كاينين في ديك لونتربريز او لا لي زاجون اللي كيكونوا سواء على الانتيريور سواء على الاكستيريور. حيتاش هنا كندويو حتى على ليطا، حتى ليطا كيكون عندها الحق انها تاخذ واحد لا سوم من لونتربريز على وديت لي زامبو. فاش كندويو على لي زامبو اي تاكس هنا كنعطيو ريمينيغاسيون لي ريمينيغي باردون لي فاكتور دو برودكسيون. يعني فاش كندويو على لي سالير لي الناس اللي خدامين كاملين راه كيتعطى ليهم واحد لا سوم اون كونتربارتي ديال لو ترافاي ديالهم حيتاش لو سالير وكيتعتبر لا كونتربارتي دو ترافاي. كيما لونتربريز ما يمكنش دار غير هكاك وما تكونش كتربح الفلوس، كيما واحد الشخص ما يمكنش يمشي يخدم عند واحد الشخص اخر وما ينتظرش منه يخلصوا. حيتاش حنا علاش كنخدموا؟ كنخدموا باش نتلقاو الفلوس اون كونتربارتي.
ثانيا payer سي شارج سوسيال اي فيسكال. يعني هنا فاش كندويو على لي زامبو اي تاكس ولي شارج سوسيال بحال ديال لي زالوكاسيون فاميليال اللي كنعطيو لي زومبلويي. payer لي زانتاغي يعني فاش كيكون عندنا دي زانتاغي خاصنا نخلصوهم من لا بانك. و ايغالمون هادي حاجة مهمة ماشي كاع لي زونتربريز كيديروها ولكن لا بلوبار خاصها تدار حيت مهمه بزاف اللي هي ديجاجي ان سيربلو ديستيني ا اسيوري سون افونير. يعني لونتربريز خاصها تحط واحد لا سوم دارجون باش اون كا او جاها واحد لو ريسك مثلا جاتها واحد لا بيرت ما كانتش دارت ليها دي بريفيزيون تكون كتحط واحد الفلوس اللي تقدر تغطي بهم واخا ما يكونش كاع 100% ولكن المهم واحد النسبه من هذيك لا بيرت ولا هذاك لو ريسك. هنا كإضافة سيكو لونتربريز ما كتكونش فقط يونيتي دو برودكسيون او ان ليو دو ديستريبيسيون او لا ريبارتيسيون دو ريشيس او لا لا فالور اجوتي ولكن لونتربريز هي واحد لو ليو دو ريلاسيون سوسيال. حيتاش في لونتربريز كيكونو دي ريلاسيون يعني كيكون ما يمكنش انا خدام وواحد خدام معايا وما يمكنش يكون ما يمكنش ما يكونوش بيناتنا دي ريلاسيون سوسيال اوسي حيتاش حتى هاد لي غولاسيون سوسيال كينفعو لونتربريز وكينفعو هادوك لي زومبلويي بداتهم. حيتاش الا ما كنتش انا اون غولاسيون مع داك الشخص اللي خدام معايا نحس براسي بحال ما مبغيش نمشي نخدم. سي كو يعني ممكن نقولو لونتربريز كوم ليو دو غولاسيون سوسيال ايغالمون كوم ليو دو ديسيزيون اي دانفورماسيون. حاجة طبيعية حيت لونتربريز كدار باش انها تغياليزي لي بوت ديالها و لي زوبجيكتيف ديالها و ميمكنش نغياليزي لي زوبجيكتيف الا ما كنتش تاخد قرارات و يكونو قرارات بيان اورغانيزي و القرارات ميمكنش يكون الاتخاذ ديالهم الا ما كانش تبادل المعلومات ما بينات لي زومبلوي او لا ما بينات لا داريكسيون و لي زومبلوي. سا ديبون هداك لو ستيل لي مستعمل لو ديريكتور. اوسي لونتربريز كتعتبر كوم ابروش سيستيميك. يعني هنا فاش كنا قلنا الا كنتو كتعقلوا على دوينا على لونيتي دو برودكسيون قلنا باللي كيكون عندنا دا ماتيير بروميير وهما اللي كنديروا ليهم لا ترانسفورماسيون باش يوليو دي برودوي فيني. هنا فاش كتشوفوا هاد الشيناج يعني بحال كندوي على واحد السيستيم اللي هو لونتربريز والداخل ديال داك السيستيم كيكونوا دي زانترون و دي اكسترون وكيكون واحد لونيتي دو برودكسيون. هنا كندويو على السيستيم و الأهمية ديال هاد السيستيم و الدور ديالو زيكو هاد السيستيم كيكون خاص ضروري يكون اورغانيزي يعني خاص يكون منظم ما يمكنش حنا نبداو اين ايتاب ونخليو وحده يعني كيكون منظم و سي كيكون اورغانيزي كما قلت لكم و سي كيكون فيناليزي يعني كما قلت لكم و سي كثرت عليكم وقيله بهاد كما قلت لكم و سي كتكون فيناليزي يعني لونتربريز ضروري خاصها تغياليزي واحد الربح. حيتاش لونتربريز ما يمكنش ما تغياليزيش داك الربح ما يمكنش ما يكونش عندها هذا لي تحقيق الربح سينو راه ماشي اونتربريز هذيك. واخر حاجه هذاك السيستيم كيكون اوفير يعني انا اونتربريز خاصني نكون منفتحه على البيئه ديالي والبيئه ديالي غادي ندوي عليها ان شاء الله في الشابتر 3 ولا ليبيزود 3. ولهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا معايا. الا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا ما خسرتوا والو باش تشجعوني نزيد نحط لكم فيديوهات اخرين. على بروشين.